السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة من الوصفات للقضاء على كل أنواع الأذى من جنس، وكان عين أو سحر أو مس. وصفتنا اليوم متكون من 6 أصناف: الملح بحر، ملح البحر الخشن، مسك أسود، مسك أبيض، زعفران، خل التفاح، ماء الورد. 6 وصفات. تجيب صحن تضع فيه حفنة من الملح البحر، مسك الأسود أيضا هذه قطعة صغيرة يكفي ل3 مرات، قطعة صغيرة هذه تأخذ يعني تقسم هذه القطعة بقد هذا، لكن تقسمها إلى 3 تقسيمات، كل مرة تأخذ تقطع قطع من 3 إلى 4 قطع صغيرة تضعه في الصحن. هذا المسك الأسود أيضا نفس الشيء من 3 إلى 5 قطع تضعه في الصحن، وهذا هو الزعفران. الزعفران أيضا تضع كمية قليلة جدا كهذا، كمية قليلة تضعه في الصحن، ملعقة خل تفاح وملعقة ماء ورد تضعه في صحن، تقرأ عليه آيات الرقية الشرعية سواء كان سحر أو كان عين أو كان مس. القرآن كله شفاء، دائما أؤكد وأكرر اجعل نيتك قوية وثقتك بالله عالية، عسى ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوصفة بادرة أو باب خيرك للقضاء على هذا الأذى من جن، وخاصة السحر. آيات السحر تقرأ عليه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع. هذه العملية تكررها كل شهر مرة لمدة 3 أشهر، كل شهر مرة لمدة 3 أشهر بإذن الله سوف تحصل على نتيجة قوية جدا. وخلال هذه الفترة لا تنسى أن تحافظ على صلواتك في وقتها، تحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وكل الأذكار اللي يحصن الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم. إذا كان عجبك الفيديو اشترك في القناة واكبس زر الإعجاب واكبس زر الجرس حتى يأتيك كل جديد. حتى ألقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.